أثبتت التقارير الصادرة من سوريا إفراط الأسد وانتهاجه لاستخدام السلاح الكيماوي في مختلف المناطق السورية، ما تسبب في قتل وإصابة آلاف المدنيين في سوريا. كما واخترق نظام الأسد القوانين الدولية القاضية بحظر استخدام الكيماوي أكثر من 125 مرة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2218 الصادر في أيلول سبتمبر 2013 بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. خروقات بلا حدود للغازات السامة في سوريا، هكذا عنونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا لها يوثق خروقات قوات الأسد لقرارات مجلس الأمن حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. فمنذ 2012 وحتى بداية أغسطس آب 2015 استخدم نظام الأسد الغازات السامة 158 مرة في مختلف المناطق السورية، قتلت 1252 مدنيا بينهم 170 طفلا و180 امرأة، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 12050 آخرين بالاختناق بحسب التقرير. ويرى التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات الأسد استخدمت الكيميائي 33 مرة قبل قرار مجلس الأمن 2118 في سبتمبر 2013 القاضي بحظر استخدام السلاح الكيميائي، بينما وثقت 125 خرقا للنظام بعد إصدار القرار نفسه، 56 منها بعد قرار مجلس الأمن 2209 الصادر في مارس الماضي. التقارير الصادرة من عين المكان تقول إن النظام يهاجم المناطق التي تخضع لسيطرة الثوار السوريين بالغازات السامة بمقدار يتراوح بين 90 إلى 98% مقارنة بالمناطق التي يحتلها داعش. انتهاك الأسد القانون الدولي بتماديه في استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا جريمة حرب دولية استنكرتها منظمات حقوقية داعية لجنة التحقيق الدولية إلى المباشرة في اتخاذ إجراءات رادعة حقيقية من أجل حماية المدنيين السوريين من غازات نظام الأسد السامة. معي عبر سكايب من الدوحة فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد فضل. سنتان على مجزرة الكيماوي في سوريا، 1400 الغالبية من المدنيين قضوا بالسلاح الكيماوي بالغوطة. حقوقيا ماذا يمكن أن نقول بداية في هذا اليوم؟ يعني طبعا كلهم مدنيين، لأنه من قتل حتى من من كان يحمل سلاح في تلك المنطقة فهو قتل في سبيل الصدفة، يعني ربما شرطي أو يعني لسبيل حفظ الأمن وما إلى ذلك. نقول أين هي العدالة؟ يعني لا تطبق العدالة بشكل واضح في يعني ثاني أضخم هجوم كيميائي بالعصر الحديث، يقتل الضحايا يموتون بدون دم في ظل حصانة تامة للمجرمين حتى الآن، وبالتالي المجرمين أصبحوا يتفاخروا بارتكاب هذه الجريمة. وشهدنا من هناك من يخرج علينا من بعض يعني المؤيدين لهذا الإجرام يزاود يطلب مزيد من القصف، مزيد من الإبادة، تكون هناك احتفالات بالسيارات. يعني هذا يهدد مسيرة أو هدد بالتالي وضرب ودمر حتى يعني نقول العيش المشترك لسنوات طويلة إلى الأمام، ويهدد المجتمع أو هدد المجتمع ويهدده بشكل مستمر بالانحلال. لكن يعني دور هنا دور العدالة ودور المجتمع الدولي ودور قرارات مجلس الأمن نتكلم عنها، يتم خرقها وانتهاكها. هذه إهانة لمجلس الأمن ويعطي مؤشر لهذا النظام ولأنظمة دكتاتورية أخرى بأنه من الممكن يعني إذا كان أنت رشيت عنصر في مجلس الأمن أو عضو في مجلس الأمن أن أمورك تكون تمام وأنت خلص فيك تبيد الشعب تبعك، وكل هذه القوانين التي سنت هي مثل حبر على الورق. يعني بالحقيقة نحن ما توقعنا أنه المجتمع الدولي يكرر الأغلاط اللي ارتكبها بكوسوفا وبرواندا، بس اللي حصل، وخاصة نحن تفائلنا كحقوقيين بعد 2005 أنه صار في مبدأ مسؤولية الحماية، وأيضا 2008 المحكمة الجنائية الدولية. لكن إجت سوريا وعرت كل هذه الأمور، جريمة بمثل هذا الحجم هي جريمة ضد الإنسانية على مستوى القتل وجريمة حرب. المواصفات طبعا الكل متفق عليها سيد فضل،
حقوقيا ألا يمكن أن نذكر أي شيء اليوم اتخذ بهذا الإطار؟ يعني نتحدث عن مجزرة ارتكبت، نتحدث أيضا وحقوقيا وكمان شو ممكن تخبرنا تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع سيد فضل لو سمحت، كتداعيات اليوم نتحدث أيضا ليس فقط عن من قتلوا وقلت بأنه كلهم تقريبا مدنيين، عن نتحدث عن 1400 بتلك المجزرة، نتحدث عن تداعيات بعد من قتل، حتى نتحدث عن حالات نفسية، نتحدث عن تشوهات. نعم، وأيضا يعني كما ذكرت هي تداعيات الأزمة، جرح غائر في المجتمع السوري سوف يمتد إلى سنوات، لن يلتئم بسهولة، هناك عوائل أبيدت بشكل كامل، نعلم بعض الأشخاص قتل ثلاثة من أبنائه، بقيت بنت واحدة وقتلت زوجته، ما هي حالته النفسية؟ إذن تداعيات على المستوى الاجتماعي بشكل صارخ، وأيضا على المستوى النفسي، في ظل أيضا الأمر أكثر من ذلك، يعني كيف هي ستكون نفسيات هذه أقرباء الضحايا؟ كما ذكرت لك من فقدوا كل ذلك، وأيضا في ظل حصار، وأيضا في ظل تجويع، وأيضا في ظل عمليات قصف وقتل مستمر، يعني لم يتوقف القتل عليهم ولم يتوقف القصف، بل زاد الحصار، وترتكب كل هذه الجرائم وغلاء الأسعار وكل هذه، إذن هي ستترك آثار مضاعفة كثيرا، وأيضا في ظل عدم التعويضات وعدم لا مادية ولا معنوية ولا إعادة تأهيل ولا دورات نفسية، وكل هذا هو معدوم، لا كما ذكرت لك هو يعني هناك زيادة في التعسف وفي الظلم، وبالتالي بعد ذلك يعني نتحدث عن أن هناك يعني متشددين وأن هناك يعني وهذا يعني أصبحت أسطوانة. تحدثتم كانوا شطاء، يعني كان واضح عن حوالي 27 حالة لاستخدام أعتقد الغاز الكيماوي سيد فضل منذ قرار الأمم المتحدة 2118 لتدمير كيماوي الأسد. نعم تحدثنا عن 125 خرق، والخرق 25 خرق، سأكتفي بهذا القدر، انتهى وقتنا. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا سيد فضل عبد الغني، اعذرني، مؤسس ومدير شبكة سورية لحقوق الإنسان، على هذه المشاركة معنا اليوم من الدوحة. أنا عايشة.